شمال شويه. ايوه ايه يا استاذ؟ الله، النهارده مش يوم التقييم، بقيه العيال فين؟ وانا سالت عليهم قالوا ان هم كلهم جالهم كورونا. ايه كورونا؟ طب ابعد عني شويه، ابعد عني شويه، ابعد عني عشان النفس فيه. يا كابتن دي كورونا عادي. الحمد لله اهو كلهم سقطوا من الاختبار الحمد لله. نعم عايزاك خمسه. ايه؟ عايزاك خمسه. وانا مش عايزك. لا وانا عايزاك خمسه. كابتن مين سامي بتاعت الجبنه دي؟ مش عارف مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مودي مودي مين؟ مش عارف. دي بس انا عايز اعرف حاجه. الواد ما اتقبلش ليه؟ يعني هو ابنك بس اللي ما اتقبلش؟ ما كل الاولاد سقطوا من الاختبار. والله دي مش مشكلتي. ما تهدي شويه يا حاجه. اصل يا بابا ما انت فاهمني، الواد ما اتقبلش ليه؟ طب ابعدي نفسك عني شويه. هو ايه في ايه؟ نفس وياما كنت تتلزق في الطابور عشان ندفع لكم المصاريف و1300 جنيه و1500 جنيه، ما كانش فيه نفس. مين دي؟ مش عارفه. انت ايه بتتكلمي في ايه؟ فلوس ايه اللي بتتكلمي فيها يا مدام؟ ده انا اللي باخده في نادي الوادي من عيل واحد بفلوس اللي بتاخدها من عيالكم كلها. كلمه في الاخر ما تقبلش. اهدي شويه، انت هتفضحينا ولا ايه؟ ممكن تهدي شويه وانا هعمل لك كل حاجه. خلاصه الكلام، الواد ابني ده لو ما بقاش محمد صلاح في ظرف اسبوع انا هخرب بيتك. مين محمد صلاح ده يا كابتن؟ واحد جارنا ما اعرفوش. خلاص اوعي. وانت بتفتكري تعملي ايه؟ وانا لو ما بقاش محمد صلاح هخرب لكم قاعده على يا كابتن. يا ولية اصبر يا كفر بس اسكتوا. خلاص انا هعمل لك كل حاجه، ممكن تتفضلي تقعدي. ماشي اما نشوف. يلا يا واد روح هلا. ماشي الفرهده ده يا كابتن حاجه صعبه. يا ابني يا ابني شوت كويس. ايوه ايوه يمين. الواد ده مش هينفع معانا. اهدى شويه. ايوه كابتن جوهر. مساء الخير يا كابتن. اهلا وسهلا وسهلا. شوف الاستاذ عايز ايه؟ كنت عايز اقدم لابني في المدرسه وعايز اعرف الشروط. حضرتك هتدفع اشتراك 1200 جنيه و27 قرش. 27 قرش؟ يعني حضرتك سبت ال 1200 جنيه ومسكت في 27 قرش؟ بص يا استاذ، احنا كل حاجه عندنا محسوبه بالضرايب والدمغات، عندنا طابع شهيد، طابع شرطه، ضريبه ملاك. حاجه ثانيه طيب يا كابتن؟ الترنج بتاعي لازم يبقى من محل فوتبول. فوتبول ده بعيد عليا، مع اي تيشيرت خلاص برشلونه واي حاجه وخلاص يا كابتن. لا يا كابتن لا لا لا، احنا الترنج بتاعنا مميز شويه، ده بيبقى طارد للعرق عشان ابنك ما يجيلوش تنيا. وكمان في الشتاء لما الدنيا تشتي بيقلب بكره جلوب اللي فتح حتى هويه. بس انا كابتن شايف ان اللعيبه كلها مش ملتزمه بالزي، يعني الزي مش موحد اصلا. ايوه ما عشان كده كلهم ما اتقبلوش. حاجه ثانيه يا كابتن. ايوه انت لازم بقى تدفع 200 جنيه للجنه التحكيم اللي هي بتضم 2 لم يحالفهم الحظ اللي هو انا وكابتن جوهر. وبعدين احنا مش بنحط حاجه في جيبنا، دي مصاريف انتقالات. وكمان كله يهون في سبيل شهره ابنك لما يبقى اكبر فرويد في البلد، ساعتها الفلوس هتبقى بالنسبه لك ملايين يا استاذ. حاجه ثانيه يا كابتن. دلوقتي بقى هتروح الخزنه هتدفع بقى الاشتراك وتخلي بالك من الايصال، عشان الايصال ده لو ضاع منك هتدفع تاني. تمام؟ تمام يا كابتن. اتفضل. بإذن. يا كابتن. يا كابتن جوهر السلام عليكم. اهلا يا سيدي. ممكن اعرف الواد ابني ما بيلعبش اليوم عايده احتياطي؟ عشان رجله بقت بتحلم شمال يا استاذ. شمال ازاي يا كابتن؟ ده انا باكله كل يوم كوارع. لا انت بتاكله كرة شمال. واللحمه اللي بيجيبها لك كل اسبوع. لحمه ايه يا اخويا؟ ده اللحمه كلها شغط. شغط؟ دلوقتي لحمه المعلم كرع بقت كلها شغط. طب انا هقول لك يا سيدي، هات لي حته نعملها الرز بيف وحته فليتو وهخلي لك ابنك احسن من نني. نني؟ نني ايه؟ وانا جايب لك الواد من عند صفاء ابو الصعود؟ بقول لك ايه؟ الواد لازم يلعب، يعني لازم يلعب. ايه اللي لازم يلعب؟ يعني لازم يلعب ايه؟ ده انا جايب له تيشيرت برشلونه. لا يا سيدي، لازم تيشيرت النادي. وانا بحب برشلونه. وانا ما بحبش الكوره اصلا. عشان كده بنخسر يا كابتن. يا اخي اسكت وهخلي يديك ربع كيلو لحمه. لاحظ كده؟ تعالى معايا يا معلم تعالى. لا خلي بالك عشان كده اوف سايد. تعالى كده. كابتن انا شغفته واديته كارت احمر. فين اللحمه؟ اصبر عليا شويه. استنى. لا اصبر، مكالمه مهمه. طيب. الو؟ ايه؟ لا والله لا ما تشغليش بالك خالص، ابني ده يقعد في البيت، يقعد براحته، خليه مرحرح. ده انا هخليهولك احسن من محمد صلاح. انا معايا رقم في الدنيا. ايوه بص، انت تيجي وهو يقعد. كابتن ايوه. ايه؟ ايه ده؟ كابتن اصبر. اصبر انت. يا ابني ايه ده؟ ايه؟ كابتن طب بص هقول لك على حاجه، بس ده النادي بيبقى منور فيك. هيضلم هيولع بينا. استنى كابتن بص يا رب بقى بتقول لها هتخلي الواد زي محمد صلاح، وانت واعدني ان ابني انا لا يبقى زي محمد صلاح، وقال ايه؟ خلي
ميدي ميدي خد اتصرف. عامل ايه ومودي؟ الحمد لله يا اخويا. ايه يا جمالك؟ ايه بقول لك؟ ايه احنا مالك؟ يا حاجة يا حاجة اسمعي، انت عندك حيل جدا بس محتاج شوية تجارب ضعيفة. اه تجارب ضعيفة. اعمل ايه انا بقى؟ انت بقى هتروحي تجددي الاشتراك بتاعه وتجددي له برضه الكشف الطبي وتجيبي له طقم الدين. مرة ثلاثة ميرسي. والكشف الطبي عامل بتاع 40 كشف من البيت. قالوا خمس تطحن. اعمل ايه تاني؟ الخمس تطحن دول ما فيهمش اللون اللي احنا عايزينه، واحنا محتاجين لون معين. وانا لما اجيب اللون اللي انتوا عايزينه واللون المعين الوضع هيتقبل؟ هيتقبل طبعا. ولو ما اتقبلش هتسعيله اشتراك تاني. يا حاج اسمعي يا مودي يا مودي.